في واقعة غريبة، سرقت دراجة اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية عقب انتهاء ماراثون لا للتحرش بالمحافظة. وكانت الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالإسماعيلية استأجرت دراجة للمحافظ للمشاركة في الماراثون من أحد محال بيع الدراجات مقابل 200 جنيه. وكان الهدف من الماراثون هو التوعية بكيفية مواجهة التحرش الجنسي والتوعية بطرق التصدي له.